ادينا باصين لفوق ادينا باصين لفوق علشان تجيب الكذبه. انا ما بحبش الكذبه. انا مش بقول لك اكذب. ما طيب ماشي. بقول لك نفسك في كذبه تبقى حقيقه. ابقى ناجح دراسيا بس انت تلاقيك خاربها ما تدخلش ولا درس. لا بقينا على وش. هو كنا في الاول يعني بس خلاص يعني فشلنا. انا نفسي اكدب ان احنا انا وحي ما نزلش من فوق بدات تبص في الارض. بالظبط هو كده. ما ربنا صاحبني على ناس يعني بلاش نتكلم حبيبي. صاحبك دوت هيوديك ورا الشمس. حصل بشكر فيك. هو ده اللي جايب لي المصايب والله. ايوه يعني ايه الكذبه في الاخر برضو يعني؟ ما هي الكذبه ان انا ابقى ناجح دراسيا. هي دي الكذبه. انت اصلا فاشل دراسيا ولا نص نص؟ هو لسه هتفكر. ما انا اقول ايه. ايوه انا فاشل دراسيا للاسف يعني. عايزك تقول انا فاشل. انا مش ناجح ومش فاشل. حاجه بينهم كده. ده فاشل ولا ناجح؟ لما هتبقى ايه؟ ساقط. هو انا ساقط. ساقط ساقط ساقط. شكرا ليك. طولي بس اعدي والكيمياء والفيزياء على خير. كمان علمي؟ لا هو انا لسه محدد النهارده علمي، انا لسه في اولى بس شايل كيمياء وفيزياء. نصيحه مني؟ طلع ملفك المدرسه. انا بقول كده برضه. ما ده اللي انا بفكر فيه على فكره. مش جاي معايا سكه اصلا خالص خالص. كفايه عليك كده النهارده علشان انت اتسوحت. انا اخويا لو شافني الفيديو ده اصلا هيفضحني في العيله. لا ما تقلقش ان شاء الله خير. ان شاء الله ان شاء الله.